السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. الان نحن في المنطقة التاسعة من منطقة التنين المعمر. نحن على ظهر كيرين اصدقائي، وسنواجه الان الوحش راجانج. حسنا، ها هو راجانج. نبدأ المعركة مع راجانج اصدقائي. حسنا أصدقائنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصل لكم جميع الحلقات الجديدة أول بأول، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات أيضا والقلوب الصفراء والدعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر الحلقات الجديدة أول بأول. 1037 يتضرر راجانج من هجوم مزدوج بيني وبين أوريتشيكرين. نهجم مرة أخرى، هجوم السرعة أيضا. 73 نقطة من لعبنا، 429 نقطة من أوريتشيكرين. يقوم راجانج باستخدام تركيز القوة. سنهجم مرة أخرى، هجوم السرعة. 427 نقطة ل ريتشيكرين. لعبنا 274 نقطة. نهجم مرة أخرى، هجوم سرعة. 282 من ريفر 2. لعبنا 375 نقطة. ريتشيكرين 427. حسنا، استخدم مهارة الركوب أصدقائي. نصعد على ظهر كيرين، استخدم هجوم السرعة مرة أخرى. سرعة قطع الهجوم من ريفر 2 468 نقطة. 632 نقطة من ريتش كيرين. يشحن طاقته أصدقائنا راجانج. حسنا، استخدم هجوم السرعة مرة أخرى. 612 نقطة يتضرر. قوة ضربة الأرض العنيفة من ريفر 2 1620 نقطة. على ما يبدو أن راجانج أصبح أكثر غضبا الآن. حسنا، استخدم مهارة الاقتران بيني وبين أوريتشيكرين. حسنا، نستخدم الهجوم قرن خيالي. ها هو أوريتشيكرين يستخدم قرنه الخيالي. أصدقائي، ينطلق بسرعة البرق. 1327 نقطة يتأثر راجانج. حسنا، نستخدم عناصر أصدقائنا. نستخدم جرعة عملاقة نعطيها لأوريتشيكرين. يستعيد طاقته تقريبا. قوة عرقلة الهجوم من ريفر 2 365 نقطة. تركيز القوة من راجانج مرة أخرى، يهجم على ريفر 2. ريفر 2 يفقد أحد قلوبه، القلب الأول لدي. 339 نقطة. نزل تدوير الأنفاس بين ريتشيكرين وراجانج. حسنا، نستخدم ننتصر على راجانج بتدوير الأنفاس. 455 نقطة لصالح أوريتشيكرين. نهجم هجوم قوة. الكرة البرية الهمجية من أوريتشيكرين 151 نقطة. هجوم القوة مزدوج بيني وبين ريفر 2 992 نقطة. الرعد المدوي من راجانج، ونتضرر جميعا أو نفقد قلبين مرة واحدة. أوريتشيكرين يفقد قلبه أيضا. يستخدم ضربة هزة التنين الأرضية. الآن سيستخدم ريفر 2 أصدقائي. ها هو ريفر 2 يحمل سيفه الثقيل جدا، يحتك بالأرض من ثقله. يقفز قفزة عالية، يقوم بقسم الوحش راجانج إلى نصفين أصدقائنا. يتضرر 2574 نقطة راجانج. 322 نقطة للاعبنا. 329 من أوريتشيكرين. حسنا، اختار مهارة الركوب. الآن نصعد على ظهر أوريتشيكرين. نختار هجوم السرعة. 486 نقطة. ريفر 2 166 نقطة. يستخدم راجانج تركيز القوة، يشحن نفسه الآن. يستخدم هجوم السرعة مرة أخرى. ينتصر لاعبنا أصدقائي. 613 نقطة. ريفر 2 يهجم. 163 نقطة. شحن نفسه راجانج، أصبح بوضعية الغاضب جدا. حسنا، استخدم هجوم السرعة مرة أخرى أصدقائنا. 560 نقطة. 217 نقطة لصالح ريفر 2. استخدم هالة السرعة. حسنا، استخدم وحوش تبديل الوحوش لأنه متضرر بشكل كبير. ريفر 2 أوريتشيكرين. نختار من سأستدعي. راجانج، لدي راجانج أيضا. حسنا، نستخدم هجوم السرعة.
يستخدم هجوم سرعة أيضا. هو أنت نتعادل مع الوحش، هزيمة راجانج، لكمة ماخ. سرعة التنين الممزق من ريفر 2 668 نقطة. عشان اختار وحوش مرة أخرى، نختار عناصر، نختار غبار الحياة عشان الجميع يستعيد كامل طاقته. أصدقائي، لكمة ماخ مرة أخرى من راجانج. سرعة التنين الناهض من ريفر 2 401 نقطة. الرعد المدوي مرة أخرى من راجانج. راجانج يفقد وعيه أصدقائي، ونخسر هذه المرة رغم أنه لم يتبقى الكثير لدى راجانج. حسنا أصدقائي، لهنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة مونستر هانتر ستوري 2. نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.